راني دخلت للدار خواتاتي بعدا طاو طاو اه نورمال ما ديروش عليا راني مبوكي الله غالب عيط بعد يوم طويل فوالا هذا اش حبيت نقول طويل وشاق قضيت فيه اليوم كان ما عنديش خضره ما عنديش كدا ما نقولوش ما نطيبش ما كاش قضيه انا كتعرف داني كركرني خلي نضج اي زربي 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 ما تجيبينيش السبايب و اون بليس غدو جايني ضياف ضياف عزاز عليا بزاف شوفوا انا قضيت لكم ضياف في العزاز لا خرجت قضيت باش ما نكذبش عليك خرجت قضيت بصح شوفوا لازم من حنقيها ونستفها ونحطها لكم في الفريجيدار كي تجو طيبوا كي تجو طيبوا يا خوتي نسيق الدار ونسقمها ونستفها ومسحي الغبره وديري وعملي ونقي الخضره وجديها وزدي طيبي غدوه كي تجو ان شاء الله نخليكم الكوزينه بردوا فيها قلبكم طيبوا لنا الله الله ومرحبا بكم عندي عندي واحد السؤال حيرني علاش ماتنا ربونا نخدموا الشغل هكا نكردو وركبونا الوسواس القهري تاع الشغل علاه راني قريب نمشي بالشيفونه في مكتوبي يا ناس نمشي ونمسح ماشي نورمال كلش بيض لو كان ما نمسحوش شوف ديك الدقيقه هاني شفطاش انا قلبي وجعني تاع الغوجا لافغ مهابل مه رجعونا مهابل انا ملي سكنت في هذا الدار يا ناس مازال ما قعدتش مازال لا ما قعدتش استغليت القعده ملي نود وانا سيقي هاد الشومبرا ست فيها هادي افضل الغبره سقمي هاديك روحي للحوايج اطويهم امسحي هادي جوزي على هادي الكوزينه لازم تقعد تشعل اصادب سكواسا علاه يما علاه علاه يما الا كتشوفي فيا علاه علاه على ربيتونا رجعتونا مهابل دي بسيكوبات بالشغل ماشي نورمال شكون كيما انا ياك انا تاخذت قرار 2023 وشافين معايا صح انا خدكم صارحكم قلت زعما ساره 2023 حبسيتها مبير حبسي الكريت صحتك تكبري بلا وقت تطيحي تريبي بوغيا الشغل ما يخلاش انا دخلت هاد الدار وانا استهبلت هكا تصيبوني تقولوا لي ساره علاش ما تجيبيش وحده تعاونك ولا شوفوا انايا انسانه بزاف نتكل على روحي ونحب شغلي ونحب طيابي ما نكذبش عليكم نحبش كش وحده طيب لراجلي ولا امبوسي ميمكنش صحيتو باش نجيب وحده شكون هذه الوحده اللي تقدري ديري فيها كونفيونس تدخليها لدارك يرحم باباك ثالث شيء شكون هذه اللي راح تخدم شغل زعما يعجبني باسكو انايا لي بلانت نحكم بالبروسا دون تال مولهبال فهمتوني تما هاد الحاجه شغل امبوسي ما نقدرش نجيب وحده تسمى اعطوني حل انا ما نعطيكم الحلول اعطوني حل تبان لي الحل ما ناكلو ما نشربو ما طيب ما خسر نرقدو اعطوني حل